ان الراجل بيفضل محتاج متابعه من الست ولازم تفضل تبقى عارفه عنه كل حاجه والا ممكن يروح في طريق تاني؟ لازم يكون في متابعه بس مش الخنقه، تمام؟ لان الراجل ما بيحبش الخنقه، ويعني هو دايما تحس ان الراجل فيه يعني تناقض شويه. لو الست اهتمت بيه قوي تقول لك لا دي خانقاني، دي عامله لي مشاكل، دي بتطاردني 24 ساعه، بتكلمني وبتزن وبتاع. ولو الست انشغلت عنه وسابت، لا دي ما بتحبنيش، دي بقت مشغوله عني، دي بقت مركزه في البيت وفي العيال ومش مهتميه بيا خالص. فهي مش ما اقدرش اعمم او اقول كل الرجاله لازم تعامل كل الستات بطريقه واحده. انت جوزك ده يعني احنا بنقول ايه، جوزك على ما تربيه. فجوزي ده اللي على ما ربيه انا ببقى بالظبط على ما تعوديه وتربيه وكل حاجه. التربيه دي عشان هو جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. هو المفروض يجي متربي يعني. انا افترض انه جه متربي. اختلف بس على ايه؟ جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. فجوزك ده انت قاعده عايشه معاه، فانت لازم بتبقي عارفه كويس قوي ايه التفاصيل. انت كده يا نهله، انت انت رمانه الميزان في الحته بتاعه الضغط والشد والجذب والحته. انا عايزه اعرف نهله ايه الحاجات اللي هي هتبقى لازم تبقى عارفاها عن الراجل اللي في حياتها. والله بص اقول لك على حاجه، انا لعبت كل الالعاب والاخر فاهمه مفيش. اصل هي بتبقى حاله، يعني احنا ممكن النهارده هو راجع مبسوط فعنده الاستعداد ان انا اكلمه ويحكي ويعمل، ومره تانية هو راجع مضغوط وعنده مشاكل لو قلت له صباح الخير ما بيردش عليا. ايه الحاجات اللي مستحيل تعديها دي لازم تبقي عارفاها؟ لا بصي، مش حكايه تفاصيل. الست دايما بيبقى عندها قرون استشعار كده، تمام؟ بتشم الريحه من قبل ما، او بتحس ايه اللي حاصل او ايه اللي جاي، تلاقي تغيير. وانا كمان كان في حتى بعض الفيديوهات على صفحتي كتبتها ان ده طبيعي، طبيعي ان احنا كل فتره بنتغير. ومن ضمن التغييرات اللي بتيجي للراجل ان هو بعد، مش هنقول 40، بعد ال 45 بيبتدي ينتابه حاله كده ان هو عايز يحس بنفسه اكتر. تمام؟ انا لسه صغير. فبيبتدي بقى ايه، لو تخين هتلاقيه عايز يخس، ولو رفيع عايز يروح الجيم ويعمل عضلات، وابتدى بقى يهتم بنفسه وبرفانات. وايه المشكله في الاهتمام بالنفس الراجل ده؟ حاجه المفروض اساسيه لو ده العادي بتاعك، سواء او راجل او ست. هقول لك، لو ده العادي بتاعك والنورمال، ده اللي انت من ساعه ما انا اتجوزتك او من ساعه ما انا ارتبطت بيك هو ده العادي في بتاعك، نفسك واخد بالك. لو مش العادي وحد يهتم بنفسه ولازم احطه تحت وضع شكل، لا هنا بقى بتبقى نقطه، يعني علامه استفهام، اشمعنى